وش فيك؟ يا اخي ضايق صدري، ابي نكت يا اخوي، ابي ما تعتدي بنكت يا اخوي يخلص علي. ابشر بعزك. عطني اشوف. حكم انت؟ اي حكم جوشو. اجل خذ هذه. عطني اشوف. في لاعب كل ما دخل الملعب يغسل رجليه بصابون، ليش؟ ليه؟ عشان يجيب هدف نظيف. يعني تكبر. في حكم جاه ولد شين سماه تسلل. عطني تسلل. تدري متى الحكم يكون في حالة تسلل؟ متى؟ إذا رجع البيت متأخر. يبوي بطني يبوي. الله قوي يرفق علي شوي. عطني. يلا يبوي. اسمع. يقول لك في اثنين لعيبة واقفين قدام بعض. بينهم الكورة. واحد شات والثاني عنز. عطني ثاني شوف. بعد؟ اي عطني شوف. اسمع هذه. يبوي. في اثنين لعيبة. واحد جناح والثاني فخذ.